واكتب على روحك مني وحاسي ده انا جيزة. Yeah.
لما يكون المحل الدشت وثلاثة نقلوهم على المستشفى وواحد بإذن الله هيبقى عنده عقل مستديم، يبقى معناها إيه يا حضري؟ ربنا على المفتري وابن الحرام. اللي هو مين؟ القطاع دول بذمتك يا حاج السول تقبل إن 10 زي دول يتعدوا على البناية الحلوة دي عشان عشان إيه؟ سامحني يا رب، سامحني يا رب. أعوذ بالله، ده أنا كنت دشدش. ما أنا قمت بالواجب وزيادة. عليك نور. الكلام اللي قاله المعلم ده صحيح يا ست عزيزة؟ كلام إيه؟ أنا مش فاهمة حاجة. يا حضرة السول، ربنا أمر بالست بحاجات ما تتركيش. ليك حق. وشرفك يا ست عزيزة، وشرفك. لا خلي القانون ياخد بطارة. تعالوا أنت هو النحيان. وأنتوا اتفضلوا مع السلامة. يا حي العدل. تعيش. يلا. تروح فين يا بت؟ مروح. بقول لك ايه، ما تيجي نتعشى سوا ادفع لك 50 جنيه. يفتح الله. طب 100. اخر كلام 150 جنيه والدفع فورا وتختار الحته اللي تتعشى فيها. بين البيع والشراء يفتح الله. يفتح الله. جرايه يا بت، انت حاطه مرخيك في السما كده ليه؟ انت عارفه بتكلمي مين؟ بتكلمي حسن الوحش في توه الجبل. اسفه. النمره غلط يا سلوحش. كده انا وراكي والزمن طويل. ايه الحكايه؟ ما اعرفش، دي اوامر الاداره. انا تحت امرك يا سعاده البيه، انا مستعد اطلب كل البنات اللي موجودين في المحل وعلى راسهم انا عشان خاطر عيون سعادتك. تحت امرك. مع السلامه يا سعاده البيه. نورت وانست، نورت المحل كله. مع السلامه. مع الف سلامه. مع الف سلامه. مش هتطربينا الليلة دي ولا ايه يا ست؟ اطربك؟ اطربك على قفاك؟ انت ايه؟ جبلتك ايه؟ تلم هتقولي ايه؟ نجيب ويسكي؟ انت عاوز ايه مني بالظبط؟ عاوز نوصل للود، اجيب شمبانيا. الله يستر عرضك، ان كان لك عرض حل بقى عن سمايا. واللي صرفت كله ده عليك يروح في الهوا؟ انا مشتري السفرة دي كلها ليلة على حسابي، انا بصرف باللحم الحي. ويسكي ولا شمبانيا؟ انا في رقبتي عيله بجري عليها. ليهم رب. انت عاوز مني ايه بالظبط؟ انا عاوزك انت. ده بعدك، انا ما اتخلقش اللي يذلني. انت وفلوسك على جزمتي. ابا البت غلطت. اشرب اشرب. زيح زيح. اهلا اهلا ست الكل. شفت حضرتك؟ اهلا 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 أنا؟ أتجوزك أنت؟ أنت جننت راجل أنت ولا إيه؟ ما تتكلم يابا! مش أحسن من الشحطاطة اللي أنت فيها دي؟ كل ليلة في كباريه والناس لسانها ما بيرحمش. قول يا عمي قول، يا ما أقولك حلو، زيح! أو راجل مليان،
يلمك بدل اللي لموك قبل كده وما تمرش فيهم. حتى انت بعتني يابا؟ انت عارف ادفع فيك كام؟ 5000 جنيه. يعني مش هنجوع انا واخواتك بعد كده ابدا، يعني مش هفضل حاطط ايدي على قلبي خايف من يوم تقع فيه ما الاقيش اللقمه. 5000 جنيه فلوس كتير قوي، فلوس عارف يعني خلاص الفقر خلص. ايام الفقر خلصت، اخواتك يقدروا يعيشوا ويلبسوا ويدخلوا حتى المدارس. مصيبه يا عمر، مصيبه الاغراض اجرى. والله وعملتها من ورا يا ابو علي. انت عايز يقول لك ان اتجوز واحده من مصر؟ وايه ومالهم بنات مصر يا امه؟ اكيد واحده ضحكت عليه. عمك خلاص من ساعه رشدي ما راحت مصر بقى مصراوي زيهم وبيتكلم مصري. اكيد واحده قالت بعرض حلاوه. لا لا يا امه ما تخافيش على عمي، ده ما يوجعش غير واجع. طالع لي اكيد اكيد نسب علاوي فوق فوق فوق. وبكره تشوف. اظن ما انت عايزني اعيش معاها تحت سقف واحد. ده بيت يا ابني. لا بدر، البيت بيتنا والمال مني. هو اللي ضحك علينا لما بيعنا كل اللي حلفني وبقى هو الكل في الكل، وبكره يمينا رميه الكلاب. لا يا ماما ما تقوليش، عمي اصيل ولا يمكن يعمل العيب. ليه لا؟ ما هي الست هانم بكره تجيب له حته عيل ويبقى هو الكل في الكل وكل حاجه تضيع من ايدينا. مصلحتنا يا عم لازم نشوف مصلحتنا. ده حد وحدك يا ابني. انت لازم تخلص عليهم يا عمر. اقتلهم. كلام ايه يا عمر؟ لازم يا عمر لازم. لا لا يا عمر لا. ده انا فتحت عيني يا امه على الدنيا ما كانش غيره قدامي. كان ابويا واخويا وصاحبي. شربت عرقه نقطه نقطه لغايه ما بقيت راجل. من غيره يا امه كنا هنبقى لحمه طريه. لحمه طريه تنهشها كلاب السكك يا امه. ملعون يا ابو الفلوس اللي ترخص الغالي يا امه. ملعون يا ابو الفلوس. عمر بلاش احسن، خليكي فايقة. نورت البلد. قلنا بلاش كسوف يا باشا. خليك انت. Thank you.
هتقتلهم يا حسن، هتقتلهم. قلت لي خليك انت في العربيه، قلت لي خليك في العربيه، اركبي. دول دفعوا لك كام علشان يقدروا يتعرضوا لي؟ عيب يا سي حسن، ده انا بقالي 20 سنة عمدة والمديرية تحلف بذمتي. وما بلغتش المركز ليه؟ أنا مش قلت لك العيال دول أنا شفت في عينيهم الغدر؟ عارفينك حنين وهترجعهم الشغل تاني. شغل؟ شغل إيه؟ هي بلدكم دي فيها ريحة الشغل؟ دي الفيران هجت منها. ده أنا بقطع من اللحم الحي وأديلهم. وأدي آخرتها. عاوزين يقتلوني. وهي جت سليم وربنا نجاك. زكي بقى بقرشين نصلح بهم بيت الله. فاهمين ايه؟ تحت القبه شيخ؟ ده انا بدفع الكوت على مكسب السحتوت. انا حلت غير الستر، ده حتى الستر غلي على ايامكم السودة دي. جاتكم الهم. الله يسلمك. يا اهلا يا اهلا. زي البهايم. كويسين يا بيه، كويسين يا بيه. انت غبتان كده ليه يا ولد؟ بلاك اللي غبتك عنه يا بيه. غبت عنه ولا كنت بتاكل اكله قبل الحرام؟ عشان خاطر عيال الحلوين دول بس. ربنا يديك وتربى في عزك يا بيه. لو حصل يا ابني هذبح ذبيحه وافرقها على الفلاحين. نورت بيتك يا وزه. خلي العيال تدخل الشنط. ده انا اللي اجيبهم يا بيه. يلا يا رب. اللهم اوينا يا رب، اللهم اوينا. شنط، هات الشنط. يلا يا هات الشنطة، هات الشنطة دي. يلا خش. نورت بيتك يا سكينة. سكينة تعال يا سكينة. سكينة مرات اخويا عزيزة مرات. مش كده؟ دفع فيها 5000 جنيه. ما بتسلميش عليها ليه؟ دي زي لقطة القشطة. اهلا وسهلا. عاوزك تهنيها وتدلعيها، دي غالية عليا قوي. سكينة! سكينة! ما تزعليش منها، دي اصلها براويه. بكره تطويها تحت ايدك. اذا كنت طاولت السبب مش هتطوي واحده زي دي. بس هش 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 هش. تعالى جميل، تعالى اوريك اوضتك يا جميل. ادي الازازه والمزه طازه، اقعد لعبني. الله.
ليلتنا أنس الليلة دي. الليلة عيد. لا لا، أوضتك من هنا حبيبتي، أوضتك من هنا، تعال. لا، تخطي بريدك اليمين عشان تبقى خطوة السعد والهنا. يا ولادي الرفضي، حابك تحط الشنط دلوقتي على السرير؟ الواحد فاضي عشان يشيل ويحط؟ لاتكم البلد. تعال يا جميل، ما تتكسفش، ما تتكسفش يا روحي. عمي يا عمي، عمي يا ابو علي. انا راجع لك يا طيب، راجع لك. ابو علي بالحضن يا ابو علي. ايه انا زعلان منك يا راجل كده، تعملها من ورايا وتتجوز سكتي؟ ده انا كان لازم ارقص وهيص للصبح. ملحوقه ولا ملحوقه؟ ايه الليله هنعملها سهره ونسلطن الطاسه على الاخر، ننزل المديريه على طول. الليله دي امال ايه؟ ده عم اتجوز يا اولاد، عم اتجوز ومش عاوز نرقص وافرح وهيص. بس اوعى تقع مني. معقول اقع وانا مسند عليك ابو علي؟ صح يا ولا. انا هغير هدومي وانزل حالا على المديريه، تلحقني على خمارة بنيوتي، هنعملها سهرة صباحي. صباحي ربنا يقوينا. العريس. العريس. حسن. حسن. أبو علي. أبو علي. عمي. عمك. حبيبي. حبيبك. ملك الجبل. ملك الجبل. بتوة الجبل. بتوة الجبل. دق يا مزيكا. يا بنيوتي نقعد خليلي الجد العريان ادب لطيف. انت هتوصيني عالدمة والتكة، عالدمة والتكة، عالدمة والتكة، عالدمة والتكة. يا مضرب عن الجواز. انا عندي يورس الكفر يا ولا. لازم العروسه ما كانتش موافقه. انما انت عارف عمك لما يزن على حاجه لازم يوصل لها، ولو انها كلفتني كتير كتير. 5000 مقدم
وزيهم مؤخر، ده غير المصاريف. ابو علي دفعتهم وانت صاحي؟ مستعدة تعدهم مرة واثنين وثلاثة. اصلك انت ما شفتهاش. دي عليها جوش شفايف ولا رجليها ولا هي طالعة على السلم؟ عمك اتهبل يا ولا. حنيالك يا ابو علي. عبالك يا عمر لما افرح بيك. والله نفسي يا عمي. حاطط عينك على حد؟ بنت مين يا واد في البلد وانا اخطبها لك؟ لا يا عمي، دي مش من البلد، دي كنت قابلتها لما سافرت اتفق على المكان الجديد. طب قول لي هي فين وانا اجيبها لك من حبابي عينيها، حتى لو كانت بنت برانديلو. متجهز ما ترضاش؟ هترضى، ما كانش عشان خاطرك انت، عشان خاطر فلوسك. في حاجات كتير ما تباعش بالفلوس يا عمي. عمر مين اللي قال لك كده؟ الفلوس هي كل حاجه في الدنيا، معاك قرش تسوى قرش، ما معاكش قرش ما تسواش ولا حاجه. اشرب يا عم اشرب. لا يا عم انا استكفيت. اشرب انا ما دام هندفع فلوس. الحساب يا بنايوتي. طب حبيبي وريني هنا. يخرب بيتكم 12 جنيه و60 قرش. ايوه يا حبيبي. بقول لك ايه يا ابو علي، انا اللي عازمك. اسكت انت، احنا شربنا في كل ده. ايوه حبيبي. عمي انا اللي هدفع الحساب. حادي ما هي فلوسي برضه. بقول لك ايه يا ابو علي، اسمع، احنا في المدرية ومش عاوزين فضايح. ما تنحشرش انت، تعال هنا يا خواجة. ايه يا حبيبي؟ روح عند هنا واحد عسكري. ليه يا حبيبي؟ عشان يشوف الخبرة المغشوشة اللي انتوا بتبيعوها لنا دي. يا اخي اكسترا حبيبي. ولا اكسترا ولا حاجة، انتوا حرامية وبتبيعوا زيادة عن التسعيرة. احنا ايه بنلاقي فلوسنا في الشارع؟ مش كفاية ستنا اللي سفحتوها؟ ايه عاوزين تنهبونا كمان؟ ده مش كلام خزن بيه ده. هبا انت بتبجح معايا. يا ابو علي استعنا بالشاه. يا خرب بيتك يا بني ولد، راحت فلوسك يا بني ولد، يا حب فلوسك يا بني ولد، يا خرب بيتك يا بني. حاسب ابو علي. هاش بقى. يا خرب بيتك يا بني، 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 يا ولد الكلب. ايه يا ابن العسل؟ حلاوتك يا ابو علي، انا ابن اخوك. حلاوتك خير. لست يا عمي واكلين سمنا بلد يا ولا. بس فوجونا ولاد الابلسه. جميل. ربنا يقويني الليله.
كانت سكره جميله جوه جوه يا عم. تصبح على خير يا عم. تعال رايح فين؟ لازم تشوف العروس الاول. بتقول ايه يا عم؟ النهار له عيون. لازم تشوف العروسه دلوقتي. يا عم دلوقتي زمانها نايمه. نصحيها بفلوسي. بفلوسي بفلوسي صحيها بفلوسي. يا عمي الدنيا برضه زمانها نام. هصحيها بفلوسي. يا عزيزه عزيزه يا وزه، انت يا عزيزه وزه. تعال يا وزه، تعال تعال. اهو ده بقى عمر. عمر ابن اخويا، مش ابن اخويا وبس، وابني كمان وصاحبي وحبيبي ودراع اليمين. حلو ولا لا؟ حسن سنيورة دفع فيها خمسة خمسة. خش يا سليم على مطعم. خش يا سلم يا ولد. مكسوف من ايه؟ دي زي اختك. متربي معاك يا جميل بقى للزوجه. والنبي لا هشو ده العصفور وانكشه. هنكشه ازاي بس انا سكران كده؟ لكن هنكشه. سمعني الحب غنوة، سمعني
خليها عليك شوية، ده انا قلبي فريق قوي رقيق قوي قوي قوي، حيرني ما اقولش لا لا، احصهرني ما اقولش لا 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 لا، لكن تساعدني لا هتتعب بالقوي، دوبني دوبني بالقوي قوي قوي، دوبني 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 بالقوي قوي قوي، دوبني. حرم الحريم هم الليل، بس يا خساره خدوني على اخوانا ودب. اسمك ايه؟ عمر. عمر، عاشت الاسامي يا سي عمر. تعيش. وانا عزيز زيد. زيزه. تشرب ايه؟ شاي. شاي بس يكون تقيل. ومش خايف تروح البلد ويبكتوك علشان نزلت مصر وما شربتش غير شاي؟ ايه ده انا شارب يا جتن. بس عاوز افوق، عاوز افوق. خمرة مصر دي لطشتها الارض. واد يا عبدو. نعم. كوباية شاي تقيل قوي. من عينيا. في ايه؟ يا خساره كان نفسي اسمع بقيه الغنى. ايه عجبتك؟ جدا. صوتك حلو. قليل اللي بياخد باله من حكايه صوتي دي. عندهم حق، اصلك حلوه قوي. ممكن ابقى اشوفك تاني؟ انا كل يوم هنا في الكباريه. لا 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 لا، مش في الكباريه، بره. بكره الصبح مثلا. الصبح؟ ليه؟ نتفسح بالنهار. يا ريت. حلوة مصر قوي. انت بتتكلمي كأنك أول مرة تشوفيها. ما هي دي فعلا أول مرة أشوف فيها مصر بالنهار، وهي منورة. دايما بشوفها بالليل والدنيا ضلمة، بيبقى شكلها وحش قوي. طب ليه؟
ايه ادعو مكتوب. انت ايه اللي خلاك تجيب لي ياسمين بدل اي ورد تاني؟ عشان بحبه. انت كمان بتحبيه؟ ايام ما كنت في البلد كنت اقطفه كل يوم واعمله عقد وافضل لابساه لحد ما اعمل عقد جديد تاني يوم. يا سلام، انت لو بتحبي الياسمين للدرجه دي ده انا اجيب لك الياسمين اللي في الدنيا دي كلها. انت طيب قوي يا عمر قوي. وانت كمان. كان ايامها عندي 14 13 سنه وكنت بشتغل في طابونة، وأنا مروحة في ليلة كانوا 5 وكنت صغيرة. خفت قوي من يومها، عرفت إن الدنيا مش سهلة وحلفت أخد حقي بإيدي. يا الدنيا ليلت ولازم ألحق أروح الشغل. لازم؟ ده أنا مسافر بكرة. بكرة؟ أيوة بكرة. وأنا لازم أروح، لازم أروح، لكن أنا مش هروح. ده بيتنا. تصبح على خير. وانت من اهله. عزيزة. عزيزة. ممكن اوصلك لفوق؟ هترجع مصر تاني؟ مش عارف، لكن هرجع أكيد. أشوف وشك بخير. Thank you.
عزيزة تعالي معايا. على فين؟ بلدنا. أنا عاوز أتجوزك. ليه يا عزيزة؟ ليه؟ أنت ما تعرفنيش، ما تعرفش. عمر أنت مش عارف بتقول إيه. هبني لك قصر في الجنة. أحلام. هنعيش كل حياتنا سوا. لا يا عمر، لا، أنا ما انفعكش. خليني ذكرى حلوة في حياتك وكفاية. أرجوك يا عمر. على كل حال لو غيرت فكرك هتلاقيني بكرة في المحطة. القطر هيقوم الساعة 12، ومين عارف؟ مين عارف؟ صح يا عزيزة، صح يا وزة. افتح بقى انا شارب. افتح يا وزة، ما تفوريش دم المال. اعمل معروف سيبني في حالي، انا تعبانة. افتح يا وزة، انا شارب ودع اهلك. افتح يا وزة. مش هفتح يعني مش هفتح، ما تزهقنيش اكتر من كده. كده يا عزيزة؟ طب انا هكسر الباب وذنبك على جنبك. افتح يا عزيزة، افتح يا عزيزة، يا عزيزة افتحي، افتحي وخلصينا بقى. هتفتحي ولا اكسر الباب؟ افتحي يا عزيزة، افتحي اكسر الباب عزيزة. مالك يا حبيبتي؟ ايه اللي مضايقك؟ ارجوك سيبني في حالي. اسيبك ازاي؟ انا مش عريسك. يوه، مش عاوزاك. ما يهمنيش. امال ايه اللي يهمك؟ خير ربنا، خير ربنا. ده انت حيوان. موافق يا اخي، ما بحبكش. ما عنديش مانع، ما فيش حاجه اسمها حب. هو اللي بيشتري الكيلو اللحمه لازم يحبه عشان ياكله، اهو بياكله. وانا مشتريكي بقى اغلى من التسعيره. يعني كل حته فيكي ملكي، انا اتمتع بيها زي ما انا عاوز وفي اي وقت انا عاوزه. والله لو قربت مني لموت نفسي. يا شيخه حقاني بس. يا حسره على الرجال، ما انتش مكسوف من روحك. وانت مالك انت يا سكينه؟ مش حشرك بيني وبين حريمي. انت اللي سايب الباب مفتوح وناشر غسيلك على كل الناس. اتفضلي غسيله بقى وروحي اتخمدي، وادي الباب اهو. يلا بقى حلوة. حسن أرجوك، أنا في حاجات عايزة أقولها لك. حسن بفلوسي. مش حاضر. بفلوسي. فعرتك يا حسن. بفلوسي يا حلوة. أبوس رجلك يا حسن. بفلوسي. حسن مش هقدر. كولي كولي وشبعي بفلوسي. انا عايزك كده تشد حيلك وتجيب لنا 6 ريال يملوا علينا البيت. اذا كانت ناويه تنطر كانت ندعت. قصدك ايه يا سكينه؟ قصدي ان البيت مليان باصحابه يا حسن. يعني حاسبك على الجبل يا عمي، هوضب الشغل عشان
ان شاء الله بكره هنزل على مصر. ليه تاني؟ ورايا كم شغلانه كده. كم شغلانه ولا عشان البت اياها؟ لو تحب انزل معاك واجوزها لك قول، ما يهمكش المصاريف، ما انا دافع اهو. نتكلم في الحكايه دي بعدين يا عمري. انا جاي وراك. بعد اذنكم. انا فين يا وز؟ اصلي تعبانه شويه. عجبك كده؟ هيتقمصت. ما انت اللي مش عارف تشكم. نقطينا بسكاتي كسكينة. انت ما انت شايف حالك بقى ازاي؟ ده انت حالك لا يسور ولا عدو ولا حبيب. هل ايه اللي مش عاجبك يا سكينة؟ مش انت اللي قلت لي اتجوز اتجوز اتجوز؟ اديني اتجوزت. ايوه انا كان قصدي تتجوز واحدة من توبك، من سنك، من مجانك. انما تتجوز واحدة قد عيالك والله اعلم لممها منين. لم انسالك يا سكينة، ما تنسيش ان عزيزة تبقى حريمي. عاجبك على كده عاجبك، مش عاجبك الباب يفوت جمل. ايه بتطردني من بيتي يا حسن؟ لا بقى يا سكينة، البيت بيتي وعزيزة ست البيت والكل في الكل، واللي عاجبه على كده عاجبه واللي مش عاجبه يشرب من البحر. مالك يا عم؟ انا انضحك عليا ولا؟ ومين ده استجرى يضحك عليك يا عم؟ عزيزة يا عمر. عزيزة قدلنا شهر شوية ولسه 5000 جنيه يروحوا عليا فيلة واحدة، مع اني مش مأخر عنها حاجة. انا لسه بصحتي وعافيتي. انت كنت فاكر نفسها السفيرة عزيزة؟ اركب ولا. لا يا عم معلش، انا حبيت هنا الليلة دي علشان بكرة اطلع مصر برا برا. انا مش فاهم ايه حكاية نزولك مصر دي. معلش يا عم، انا بقى هروح الليله دي اسكر لها سكره منيله، يا انا يا هي. ليلتي انسى رجاله. ليلتك فل يا مالك. يا مالك ده انا. السلام يا مالك. يا ليمون يا ليمون يا ليمون، في هواك شغال لون يا ليموني. يا ليمون يا ليمون. عزيزة يا وزة، أنا جايلك يا جميل. عزيزة عزيزة، أنا جيت لك يا جميل. عزيزة 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 عزيزة. ما تتعبش روحك، عزيزة مشيت. مشيت راحت فين؟ مانيش عرفت. ازاي مشيت يا ابني من البيت؟ مصيبة وانزحت من هنا. الله، ده انا هدفع فيها 5000 جنيه. هدفعهم لك وسيبها تغور في 60 داهية. مستحيل. هي في البيت دي؟ لا تبقى هي بقى. وانا؟ ده اللي عملتك بني ادم عليه بيه. فلوسي هي اللي عملتك راجل عليه بالعين. فلوسي خدتها وعليها مكسبها كمان. انا اللي عملت نفسي بدراعي. انا شلت الجبل ده كله على كتفي. تعبت شقيت عرقت. واني نسيتني؟ انا قعدت 20 سنه سهران تحت رجليك، اخدمك ورعاك واخاف عليك من نسمه الهوى. 20 سنه بستنى اليوم اللي تبص لي فيه بصه رضا، وتيجي في الاخر تبيعني؟ تبيع السكينه اللي شالتك في قلبها السنين دي كلتها وسبتي؟ انت انتي انا مش مصدق قدامي. والعياط اللي عيطتيه على اخويا يوم ما مات، ودعوتك انك تحصلي في جمعتها، كل ده كان كذب كذب حقيقي.
ايه كل نسوان كدابين، لكن انا هعرف اخد بطاري، هعرف اخد حقي، هعرف اجيبها من تحت تعطي الارض، هلف عليها البلد حته حته. انا اللي هاخد بطاري منك يا حسن. يا ويلك يا سواد ليلك مني يا حسن يا وحش. عمر ايه اللي جابك؟ انت هتسافر ليه؟ انا حر. هتسافر وتسيبني لمين؟ لعمي جوزي. لا يا عمر، انت فاهم كل حاجة غلط. انت مش اتجوزتيه؟ عاوزة من ايه؟ عاوزك تعرف الحقيقة. انا مش عاوز اعرف حاجة. لازم تعرف ايه اللي خلاني اعمل كده. فلوسه طبعا. لا يا عمر، مش دي الحقيقة. حقيقة ايه؟ الظروف كانت اقوى مني. يا ريتني كنت مت قبل اليوم الاسود اللي شفته فيه. يا ريتني كنت مت. يا ريتني كنت مت. لك يا عيني تهوبي هنا بعد اللي عمله فيني؟ أنا جاية تفاهم، أخوك فين؟ أخويا خلاص ما عادش هيقدر يهوب ناحيته. معناته إيه الكلام ده يا حسان؟ أخويا مات يا ست سكينة، ما استحملش اللي عمله فينا يا سي حسن، فرفر في ليلتي. لكن وعد الله يشهد عليا الجبل ده طوبة طوبة إن دم أخويا مش هيروح حضر. يبقى وصلنا للمراد. اشتراكي بالفلوس. لا يا عمر، اشتراكي بفلوسه. ده انا اللي اشتريت اخواتي بحياتي. وانا انا يا عزيزه كنت مستعد اعمل اي حاجه اي حاجه. ما لحقتنيش على القطر ليه؟ ما لحقتنيش ليه؟ انا كنت هتجوزك يا عزيزه. قليش عن اللي فات. المهم اني لقيتك. انا ساعة ما شفتك ردت فيها الروح من تاني. ده انت الحاجة الوحيدة اللي مخلياني استحمل العيشة دي. لكن جهنم اللي انا شايفها معاهم قلتني خلاص مش طايقة. يا عج من هنا يا موت نفسي. دلوقتي دلوقتي عاوز تهرب وتسيبني. لا يا عم أرجوك ما تسيبنيش. كذاب كذاب. بعتي نفسك للاشتراك بالفلوس. لا يا عمر. وجايه دلوقتي علشان تشتريني بكلامك المحصول اللي زي السم. لا يا عمر، بتدي اللي بحبك يا عمر. برا برا برا. عزيزة عزيزة انت ايه اللي جابك هنا؟ انطقي. كنت ههرب لولا عمر هو اللي حشني. احمد ربنا انا ما قتلكيش. طلقني يا حسن. نعم يا اختي. بقول لك طلقني طلقني. عاوز صراحة اكتر من كده؟ ما تقولي بصراحة انك عاوزة تلهفر 5000 جنيه المؤخر. انا مش عاوزة منك حاجة. متنازلة عن كل حاجة. يغور الجمل بما حمل. انا برياك بالحق والمستحق. انا بقى مش متنازل. شريكي بفلوسي دفع فيك الشيء الفلاني. لكن انا بكرهك بكرهك.
كتفها. بلاش يا عمي. بقول لك كتفها. حاضر يا عمي. يلا. بلاش يا عم، حرام حرام. مالكش دعوة انت يا عمر، دي مراتي وانا حر فيها. يلا مرة تانية أنا اللي هقتلك، هقتلك. سلامتك يا عمي، حصل لك حاجة؟ الحمد لله كانت سليمة، بركة فيك. قوم قوم. خليك. عمي عمي كفاية يا عمي، كفاية بقى. ابعد يا عمر. لكن ده ظلم يا عمي، ظلم. ما تخلينيش امد ايدي عليك. ما يهمنيش، انا استحملت ظلمك الناس كتير، كنت بكذب على روحي وبقول انك بتاكلهم قبل ما ياكلوك. لكن دي عملت ايه؟ ذنبها ايه؟ ذنبها انها ما بتحبكش. لا والله يا واد، وكبرت وبقيت تعلي صوتك عليا. سيبها في حالها يا عمي. فاكر نفسك بقيت راجل يا ابن سكينة؟ طلقها يا عمي. اخرس! طلقها! اخرس! طلقها! اخرس! طلقها يا عمي! اخرس! كفاية يا حسن، كفاية! ابعد انت! تعالى.
غصب عني يا عمر، غصب عني. انت مش دريان بالنار اللي جوه قلبي. انا بحبها. خير يا دكتور؟ طمني. انا كتبت لي على شويه ادويه، بس اهم حاجه الراحه والتغذيه، لان جايز يكون في خطوره على حياه الجنين. جنين؟ هي انت ما تعرفش ان المدام حامل ولا ايه؟ حامل؟ عزيزه حامل؟ ولد؟ مبروك يا معلم حسن، والله وعملتها يا راجل وهتبقى اب. السلام عليكم. حب أب مسكين، حب أب. مبروك. الله يبارك فيك. عمر عزيزة حجيب لي ورد، حجيب لي ورد. ألف مبروك يعني. الله يبارك فيك. تربى فايزة. عبارك عزيزة عزيزة وزة عزيزة حيك علي يا عزيزة. أنا لما حسيت إنك بتكرهيني اتعميت، ما بقتش دريان إيه اللي أنا بعمله. لكن ربنا أراد إن إحنا نتلم تاني بالولد اللي هتخلفه لي. تصوري يا عزيزة، أنا هبقى أب عندي ابن من لحمي ودمي ودمك. سامحيني يا عزيزة، سامحيني إذا كنت أذيتك قبل كده، لكن بشرفي هعوض لك كل اللي فات. هخليك تنسي الدنيا بحالها، وهتشوفي يا عزيزة، هتشوفي. فيه تاني يما؟ هو كان فيه اول، لما يبقى فيه تاني. ما خلاص اتدردربونا ويجي الغرب يطردونا، وهي الست هاني محبلت، وبكره تجيب له ولد ويرمينا رميه الكلاب. يما عم لا يمكن يعمل كده ابدا، ده راجل خاين وغدار. هاني لو كنت اقدر اولح فيه كنت ولعت. ده بدل ما يعمل باصله ويلم لحم اخوه، راح اتجوز واحده غزيه من مصر. كفايه بقى يما، كفايه. حاجات لازم ارجوك ابعد عني. لكن يا عمر،
انت بتهرب مني ليه؟ عاوزة ايه؟ عاوز اتكلم معاك. ما عادش في كلام يتقال يا عزيزة. ده انا عزيزة يا عمر. عارف انك عزيزة. عزيزة اللي بتحبك وبتحبها. انت مرات عمي. حرام عليك يا عمر. ليه بتعمل فيها كده؟ ده انا بحبك. وهو بيحبك. واحنا. احنا لازم ننسى كل حاجة. مش ممكن. لازم. عمي بيحبك. دلوقتي بيحبك اكتر. انت بقيتي كل حاجة في حياته. انت وابني اللي في بطنك. ومين قالك ان اللي في بطني ده ابنه؟ بتقول ايه؟ ده ابنك انت يا عمر. جنتي هي دي الحقيقة. مش معقول. مش معقول. هي دي الحقيقة. عرفت ليه انا مش طايق اعيش معاه؟ ليه عايزة اهج من هنا؟ بعدنا عن بعض واحنا عايشين سوا. الموت ارحم منه. يا اهلا يا سعاده البيه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. الحاجات دي حصلنا عليكم يا اهلا. حاسب على سرير البيه يا اهلا. عقبال ما نشيله. عزيزه 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 مش هنا. من راحت فين؟ انا عارفه الظهر في الاسطبل. اسطبل؟ ايه عزيزة عزيزة ما شفت ستك عزيزة ولا؟ سكينة يا سكينة سكينة سكينة. عملت فيها ايه؟ هي مين دي؟ عزيزة بقول لك شايفاها بعيني داخله الاصطاب. يعني الارض انشقت وبلعتها؟ ولا كلمة. حسة عينك تفتح بقك اقتلك. ها اقتلك. عزيزة كنت فين؟
كنت هتمشي شوية. ليه؟ زهقت من الحبسة بين أربع حيطان. أنت ناسي أن الدكتور قال لك مش لازم تتحركي كتير عشان ده خطر عليكي. متشكرة أوي. شوفي يا عزيزة، أنا جبت الحاجات دي كلها عشان ابننا، وبالمرة جبت كام فستان يمكن ربنا يرزقنا ببنت، ودين النبي هتطلع قمر، قمر لأمها. يا عزيزة، أنا مش خلاص استعذرت لك؟ خلاص بقى، وادي راسك يا بوسه. حقك عليا. شوفي بقى يا ستي، لو ربنا رزقنا ببنت هسميها عزيزة، ولو ربنا رزقنا بولد هسميه عمر. دول اغلى اسمين عندي في الدنيا كلها. انا هسقط روحي. بتقولي ايه؟ هسقط روحي. تسقطي روحك؟ ده انا كنت اقتلك. يا ريت كنت تريحني. ليه كده يا عزيز؟ ليه؟ ده انا لما صدقت ان ربنا استجاب لدعايا وهيرزقني بولد، دي انت عاوزه تموتيني بالحياه. حرام عليك يا عزيزه، حرام. خدي كل حاجه، خدي عمري، خدي فلوسي، خدي حياتي كلها، بس ما تضيعيش يا ولد. يبقى طلعني. انا قصرت في حاجه؟ ما قصرتش في حاجه يا حسن، بس خلاص النصيب جه لحد هنا وخلاص. هو الولد لو كان له عمر واتولد تطلقني، والا هنزله ان شاء الله اموت. لا لا لا، اعملي اللي انت عاوزاه، بس ابني يعيش، لازم يعيش. خلاص تطلقني اول ما اخلف. امرك يا عزيزه، امرك. مرحبا عمي. تعال يا عمر، تعال. انت زعلان مني ولا ايه؟ انا عمري ما ازعل منك ابدا. انت ابن اخويا وابني وصاحبي، احنا مش كنا دايما اصحاب يا عمر؟ احسن اصحاب يا عمي. امال ايه اللي حصل؟ القسوة سلاح بحدين يا عمي، بتصيب صاحبها قبل ما تصيب غيره. أنا ما كنتش كده يا عمر، ما كنتش كده، لكن أبوك أخويا الكبير والدنيا هما اللي عملوا فيا كده. شايف ده كله؟ كان جبل أبوك شايلهولي على كتفي طوبة طوبة، كنت ماشي زي أي كلب عشان لقمة العيش. ياما كرابيك كلتها على جدتي لحد ما نحست، كنت بنام على دموع عينيا واصحى على عذاب ملوش نهاية علشان أبوك يملى جيوبه، ويا ويل اللي يكله ويتعب. زليت يا عمر، حسيت بقيمة القرش، بقيمة الفلوس، ويا ويل للمال يعمي بصيرته ولا يشوفش الحاجات الحلوة اللي حواليه.
الحق اتجوز يا عمر وخلف عيال علشان يبقى لك عيله. ان شاء الله تاكلها بدقه. لحسن يا ابني تلاقي نفسك ضايع زي عمك. مش انت اللي دايما كنت تقول لي اللي معاه قرش يسوى قرش؟ وايه تسوى فلوس الدنيا كلها قدام ضفر عيل اللي من غير ولد كانه لا عاش ولا اتولد. ساكت ليه يا عمر؟ ما تتكلم. انا حسافر يا عمي. تسافر فين؟ هروح اجرب حظي في مصر، هعيش هناك على طول. حتى انت يا عمر عاوز تسيبني؟ كلكم عاوزين تسيبوني؟ عزيزه عاوزاني اطلقها، وانت هتسيبني، وانا هفضل ليه؟ ما عادش في العمر قد اللي راح. لو ربنا اكرمني واداني ولد، مين اللي حربيه؟ امه مش عاوزاني. انا كبرت يا عمر عشان منك تربي لي ابني زي ما ربيتك بعد اخويا ما مات. رد جميل يا عمر، مش عشاني، عشان المسكين اللي لسه ما شافش النور. ده ابن الشيخ يتيم وانا ماليش غيرك يا ابني. متجوزين بقالها 8 اشهر بس. علشان كده ولاده مبكره. طب مستنيين ايه؟ مش اولي كده يا حسن، بكره الصبح ان شاء الله. بس ما اخبيش عليك، جايز في خطوره على حياه الجنين. مش مهم، المهم سلامتها هي. والله احنا هنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. الله أكبر. الله نبي حبيبك يا رب، تقومها بالسلامة. وإن كنت أنا محقوق وإنت الكبير، ما تاخدهاش بذنبي. أشهد أن لا يا رب. ريس حسن، إيه اللي جابك هنا في ساعة زي دي؟ حسيت اني مخنوق، قلت اشهد ان لا اجي هنا يمكن ربنا يفرجها. قصدت كريم يا معلم حسن. اول مره اشوفك بتبكي. مالي وشبابي غروني يا عم الشيخ سيد وخلوني انسى ربنا. يا حسن يا ابني، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وخليه يرضى عني ازاي؟ ادعوني استجب لكم. ادعيه يا ابني واستغفره، انه غفور رحيم. يا رب. معلش فوتني المره الجايه. روحي جهزي حقنة عشان تحمل طلقة. Oh!
بالسلامة عزيز. عبالك يا عمر. شوف المولود شبهك تمام وانت صغير. تربى في عزك يا عم. على مات. على مات. دم المولود! عبد الله وعيون الزود! عبد الله دم المولود! عبد الله وعيون الزود! عبد الله دم المولود! عبد الله وعيون الزود! عبد الله! أنا جبت لك الولد. يتربى في عزك. طلعني بقى. تاني يا عزيزة. أنت وعدت يا حسن. أنا كنت مستعد أوعد بأي شيء عشان ابني ينزل سليم، لكن دلوقتي لأ. عزيزة. أنا محتاج لك يا عزيزة. محتاج لك دلوقتي أكتر من الأول. محتاج لك عشان تبقي جنبي وجنب ابننا. لا يا عزيزة أنا مش هطلق. حسن 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 أنت ليه مش عايز تطلقني؟ اسكت يا سكينة. قول لنفسك يا حسن وشيل الغمامه اللي على عينيك دي، طلقها وارميها رميه الكلاب وفوق لنفسك بقى. لم لسانك يا سكينه. حسن انت لميت الست دي من الشارع، اشتريتها بفلوسك، لبستها حريم، مشيتها عداها، وبعد ده كله مش عايزاها، مش رايداها، كرهاك يا حسن. انت ايه؟ ما بتفهمش. قصدك ايه يا سكينة؟ قصدي يعني الاول انك تعرف الحقيقة. حقيقة ايه؟ حقيقة الست هاني اللي سكتتها وسلمتها دمك. الست اللي اديتها اسمك هي وابنتك. والله اعلم جايبه منين. ايه اللي بتقوليه ده يا سكينة؟ بقول الحقيقة اللي كل الناس عارفاها وشايفاها ومش مستغري حد منهم يقولها لي. بقول الحقيقه اللي فضلت كاتمها في نفسي. بقول معلش بكره يفوق ويعرفها هو من نفسه. لكن طويتك تحت جناح وبقيت عامل زي الطور اللي مغمين عينيه وبيلف حوالين نفسه وما هوش ضارب الفضايح اللي بتجرى تحت سقف بيته. فضايح ايه؟ اتكلمي. ايه ايه؟ هو انت ما شفتش المحروس ابنك؟ بقى ده ابني سبعه دي. والله وعرفت تضحك عليك يا حسن يا وحش. اخرجي يا سكينه اخرجي. يا اخرت المتمه بترفع ايدك عليا يا حسن عشان واحده خاينه؟ كدابه كدابه. اذا كنتش مصدقني
روح اسال عبد السايس، ما هو عارف كل حاجه وساكت. لكن هيقول لك ايه؟ هيقول لك ان الست هانم كل يوم والتاني بتجابل عشيكها في الاسطبل من ورا ظهرك. يشرب يا حسن، دي الذل اللي زلتهولي عشان واحده ما تستاهلش. اشرب. ألف مبروك يا سعادة البيه، يتربى في عزك. اخلص عزيزك. كان بتقابل مين في الاسطبل يا عبده؟ ايه يا سعادة البيه؟ كانت بتقابل مين؟ أنا ما شفتش. أنا في عرضك يا بيه. أنهي عرض؟ أنت كنت عارف إيه؟ ربنا أمر بالسكت. يعني كنت عارف وساكت؟ شايف شرفي بيتداس في الطين وساكت؟ يا آخرة العشرة يا ند يا جبل. انت حضرت؟ انا فرق دي راسك. انا ما عرفتش حاجه، انا ما شفتش حاجه. ما كل حاجه اتعرفت يا عبد وانكشف المصروف. حد سكر على مين؟ على واحده خانت الراجل اللي لحم بتاعك من خيره؟ انت يا عبد عزيزك كان بتعمل مين؟ ما اعرفش. هتضيع نفسك عشان واحده ما تستاهلش؟ انت كانت مع مين؟ يبقى انت اللي جبته لنفسك. انت يا ولد جوز مين اللي كان بعزيها في الاسطبل؟ مين يا ولد؟ مين؟ قتلت ولا تركت تراخى؟ قول يا ولد ما تخافش. مين يا ولد؟ مين؟ معاكي مستحيل اخونا. راح فين؟ ولاد الله واسعه. قولي يا رب اسمه كريم. والولد؟ الولد لازم يفضل هنا. يفضل هنا مع مين؟ مع ابوه. الولد ده ابني انا وبس، ومطرح ما اروح هيجي معايا. مش ممكن. ابعد عن طريقي يا عمر. مش ممكن يا عزيزه. بقول لك ابعد عن طريقي يا عمر. لا يا عزيزه لا، الولد مش هيخرج من هنا. عمر ده ابني. عزيزه هربت معاها الفجر. انا لازم اقتلها واقتلها. كانت هي اللي انت عايزها. لكن عمر ده الابن اللي انا بداله يا حسن. عمر لا، هو اللي استقال. ابوس رجلك يا حسن، تاني ماليش غيره، تاني امي. ارحمني يا حسن ارحمني. وهو ما رحمنيش ليه؟ ليه يا عمر؟ ليه؟ ده انت
خدت لحم كتافك من خير. ده انت كنت عندي عز من ابني. ده انت كل حياتي. ليه يا عمر؟ ليه؟ يشهد علي يا ربنا ان عمري ما خنتك. كذاب. كذاب. حسن! لا يا حسن! اوعي يا فجرة! لا يا حسن! عمر! كفاية كفاية انت يا عمر كفاية انت انا اللي ربيتك انا اللي علمتك انا اللي ربيتك عمرها ما خلت ابوك كذاب انا عمك هي دي الحقيقة انت اللي تعمل كده كذاب كذاب هقتلك وقتك لله وإنا إليه راجعون. أيوة ماتت يما قتلتها زي ما قتلته يما قتلتها زي ما قتلته قتلتها زي ما قتلت عمي قتلت عمي قتلتها زي ما قتلت عمي سكينة سكينة ما عدلوش غيرك يا سكينة البركة فيك يا بنتي.